وزارة المالية تعلن أن الإيرادات العامة المستهدفة بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020-21 تبلغ نحو 1.2 تريليون جنيه. وكالة مودس تؤكد التوقعات السلبية للنظام المصرفي التركي وسط ضغوط بسبب فيروس كورونا المستجد على أوضاع الائتمان. والمصرف المركزي الأوروبي يؤكد استعداده لتعزيز برنامج الطوارئ للحد من الآثار الاقتصادية لأزمة كوفيد 19. مشاهدينا الكرام، من النيل الأخبار نحييكم، هذه نشرتنا الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم، فأهلا بكم. أعلنت وزارة المالية المصرية أن إجمالي الإيرادات العامة المستهدفة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-21 بلغت نحو 1.288 تريليون جنيه مقابل 1.134 تريليون بموازنة العام المالي الحالي. وأشار البيان المالي للموازنة إلى أن مخصصات الأجور بلغت نحو 335 مليار جنيه، وذلك لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الدولة والموازنة العامة بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية. وتضمن مشروع الموازنة نحو 100 مليار جنيه مخصصة لشراء السلع والخدمات بزيادة قدرها 25.2 مليار عن الموازنة السابقة. أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أنه من المستهدف تمويل حوالي 200,000 قرض متناهي الصغر خلال العام الجاري 2020 بإجمالي تمويل قدره 3 مليارات جنيه. وأشارت إلى أن الجهاز قام بتمويل نحو 240,000 مشروع متناهي الصغر منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية إبريل الماضي بإجمالي تمويل بلغت 3.5 مليار جنيه، ما أتاح حوالي 360,000 فرصة عمل. وإلى البورصة المصرية التي وصلت مؤشراتها الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي خلال التعاملات مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 555.6 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت بأكثر من 2 ملياري جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.8%. قالت وكالة مودز للتصنيفات الائتمانية إن التوقعات للنظام المصرفي التركي لا تزال سلبية في الوقت الذي يضغط فيه فيروس كورونا المستجد على أوضاع الائتمان. وتوقعت الوكالة أنه سيكون هناك ضغوط على ربحية البنوك التركية بسبب انخفاض أحجام الإقراض وزيادة المخصصات. كما أكدت الوكالة أن الاضطراب الاقتصادي العميق الناجم عن تفشي كوفيد 19 سيقلص قدرة المقترضين على السداد. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت الشركات المملوكة ملكية عامة أسهما تزيد قيمتها على 60 مليار دولار في مايو، وهي أكبر مبيعات شهرية على الإطلاق مع سعيها للاستفادة من صعود قوي لسوق الأسهم. وقفز المؤشر ستاندر أند بورز 500 القياسي بحوالي 40% من مستوياته المنخفضة التي هوى إليها في أواخر مارس في ذروة موجة الذعر بالأسواق أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد. وبحسب بيانات باعت الشركات الأمريكية أسهما بقيمة 22.3 مليار دولار في إبريل وأسهما بقيمة 65.3 مليار دولار في مايو، وهو أعلى مستوى مسجل.
إلى أوروبا، حيث أكد المصرف المركزي الأوروبي استعداده للعمل لتعزيز برنامج الطوارئ المخصص للحد من الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا المستجد، بالتزامن مع محاولات حكومات الدول الأعضاء البحث عن خطة مالية موحدة. هذا ويرى الخبراء أن الطريقة الأمثل تتمثل في رفع قيمة المبالغ المخصصة لشراء الديون، أي تجاوز حدود 750 مليار يورو، وكان خصصها البنك المصرف سابقا لهذه الغاية. كما يتوقع أن يضيف المصرف المركزي الأوروبي مبلغ 500 مليار يورو إلى برنامجه الإنقاذي، وقد يتم تمديد البرنامج حتى سبتمبر 2021. وفي إيطاليا قالت وزارة الخزانة إن العجز في ميزان الحكومة بلغ 25.5 مليار يورو مقارنة مع 949 مليون يورو في الشهر ذاته من العام الماضي. ونتجت هذه القفزة في العجز عن هبوط حاد في إيرادات الميزانية بسبب الإجراءات التي اتخذت للتغلب على تداعيات جائحة كوفيد-19 وزيادات في مدفوعات الرعاية الاجتماعية والحماية المدنية. وقالت الخزانة إن إجمالي العجز في الميزانية في الأشهر الخمس الأولى من العام بلغ 74.4 مليار يورو. على صعيد الأسهم، اقتربت الأسهم الأوروبية أكثر من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم بفضل التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد بعد جائحة كورونا المستجد. وارتفعت الأسهم الألمانية بعد قفزة لسهم لوفت هانزا، وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1%، ليسجل أعلى مستوى منذ 9 مارس الماضي. وقفز السهم لوفت هانزا 7.5% بعدما وافق المجلس الإشرافي للشركة على إنقاذ مالي حكومي بقيمة تبلغ 9 مليارات يورو، لترتفع الأسهم المدرجة ببورصة فرانكفورت ب 2.6% لأعلى مستوى منذ 5 مارس. إلى أسواق المعادن، حيث تراجعت أسعار الذهب إذ زادت الآمال في تعافٍ تدريجي للنمو الاقتصادي عقب تخفيف إجراءات العزل العام، لكن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين واحتجاجات بالولايات المتحدة كبحت الخسائر. وتراجع الذهب 2%، كما انخفض البلاتين 3%، وتراجعت الفضة 6%. أما أسعار النفط فقد ارتفعت اليوم مع ترقب المتعاملين ليروا ما إذا كان منتجون كبار سيتفقون على تمديد تخفيضاتهم الضخمة للإنتاج لدعم الأسعار في اجتماع افتراضي يعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ما يعادل 36 سنتا لتصل إلى 38 دولارا 68 سنتا للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي ما يعادل 26 سنتا إلى 35 دولارا 70 سنتا للبرميل. قالت وزارة الطاقة الروسية إن إنتاج البلاد من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 9.39 مليون برميل يوميا في مايو قرب هدفه بموجب اتفاق مع مجموعة أوبك بلس. وبموجب هذا الاتفاق تعهدت موسكو بخفض إنتاجها بنحو 2.5 مليون برميل يوميا إلى 8.5 مليون برميل يوميا للمساعدة في دعم أسعار النفط. ولا يتضمن الاتفاق إنتاج مكثفات الغاز وهو نوع من النفط الخفيف، وتنتج روسيا عادة ما يتراوح بين 700 و800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز. وفي الصين يبدأ البنك المركزي هذا الأسبوع شراء قروض مصرفية أعطتها بنوك محلية لشركات صغيرة، وذلك في محاولة لتحفيز البنوك على إخراج ما يصل إلى تريليون يوان إلى شركات صغيرة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال البنك المركزي الصيني إنه سيستخدم حصة إعادة إقراض خاصة بقيمة 400 مليار يوان لشراء القروض على أساس فصلي من البنوك المؤهلة لذلك مثل البنوك التجارية في المدن وفي المناطق الريفية والتعاونيات الريفية، بالإضافة إلى بنوك القطاع الخاص. وأخيرا إلى اليابان، حيث أعيد فتح العديد من المواقع السياحية في جميع أنحاء البلاد بعد أسبوع من الرفع الكامل لحالة الطوارئ مع اتخاذ الاحتياطات ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط تزايد القلق من موجة ثانية من الإصابات. وذكرت وكالة أنباء طوكيو كيودو أنه أعيد افتتاح برج طوكيو سكاي تري التاريخي بعدد ساعات زيارة قصيرة وإجراءات لمنع العدوى بعد إغلاق دام لثلاثة أشهر. وطلب مشغل البرج من طلاب المدارس الابتدائية والزوار الأكبر سنا ارتداء أقنعة الوجه واستخدام المطهرات عند مدخل البرج.
مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر انتهت هذه النشرة، أذكركم بأهم أخبارها. وزارة المالية تعلن أن الإيرادات العامة المستهدفة بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020-21 تبلغ نحو 1.2 تريليون جنيه. وكالة موديز تؤكد التوقعات السلبية للنظام المصرفي التركي وسط ضغوط بسبب فيروس كورونا على أوضاع الائتمان. والمصرف المركزي الأوروبي يؤكد استعداده لتعزيز برنامج الطوارئ للحد من الآثار الاقتصادية لكوفيد 19. مشاهدينا الكرام، كانت هذه نشرتنا الاقتصادية المفصلة، نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.